من جديد مشاهدينا، في إطار السباق العالمي لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، انضمت شركة جديدة إلى الشركات العالمية التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها، هي شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، والتي تطور لقاحها بالاشتراك مع جامعة أكسفورد. دعونا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معك عبد العزيز. بالفعل غوا، إذن قال مشاهدينا المختبر التابع لشركة أسترازينيكا البريطانية أن اللقاح الخاص به ضد فيروس كوفيد 19 فعال بنسبة 70% للوقاية من المرض. تعتبر هذه النسبة أقل من نسبة فعالية لقاحي فايزر وموديرنا والتي تقترب من 95%، كما أنها أقل من فعالية اللقاح الروسي سبوتنيك التي قالت روسيا أن فعاليته تصل إلى 92%. إلا أن شركة أسترازينيكا أوضحت أن هذه نتائج لا تزال مؤقتة وتستند إلى تجارب سريرية أجريت في كل من بريطانيا والبرازيل وشملت 20,000 شخص بينهم أكثر من 100 أصيبوا بالمرض. الأمر المميز في لقاح أسترازينيكا هو أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المنافسة، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين، إذ أنه يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وهي درجات يمكن أن تؤمنها الثلاجات العادية. في حين يبدو الأمر مختلفاً في اللقاحات الأخرى مثل لقاح فايزر، والذي يحتاج عند تخزينه إلى درجة حرارة منخفضة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يجعل من عملية نقله وتخزينه أمراً صعباً. ومن المتوقع أيضاً أن يكون سعر لقاح أسترازينيكا أرخص من سعري اللقاحين المنافسين، إذ يقدر سعر لقاح فايزر بنحو 40 دولاراً أمريكياً، أما لقاح موديرنا بحوالي 27 دولار أمريكي. أضافت شركة أسترازينيكا أن أياً من المشاركين في التجارب على اللقاح لم يصب بأعراض حادة من المرض، مشيرة إلى أنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة ستكون متوفرة في العام 2021.